تكثف الشرطة الأمريكية عملها للقبض على مشتبه به في عملية إطلاق نار أودت بحياة 5 أشخاص من بينهم طفل يبلغ 8 أعوام وجميعهم من هندوراس في منزل قرب هيوستن في ولاية تكساس. وتمكن المشتبه به وهو مكسيكي من الهرب، وبحسب الشرطة فإن من بين الناجين من عملية إطلاق النار طفلان على قيد الحياة عثر عليهما تحت جثتي امرأتين في غرفة بالمنزل الذي وقعت فيه العملية. الآن ينضم إلينا من ألاباما السيد مايكل سلوبوتشيكوف، وهو الأستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تروي. أهلا بك دكتور، ولعلك في البداية تقدم لنا ما لديك من معلومات إضافية عن هذا الحادث الأليم، ثم أدخر لك سؤالا عن فوضى السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية، تلك التي تعهد الرئيس بايدن بإيقافها ولم يفعل ذلك حتى الآن. تفضل سيدي. مرحبا بكافة المشاهدين وشكرا جزيلا على دعواتي على قناتكم الموقرة. إن العنف المسلح الذي نراه في المدارس وحتى في الأماكن العامة والمآسي التي نراها مريعة حقا وتستمر بشكل غير مسبوق في كافة الربوع، وهذا أمر مؤسف بالحق. هذه فعلا مأساة ما حدث، وكما أتفهم الأمر يتعلق بالاستخدام المسيء للأسلحة والذي يتسبب في زعزعة الأمن في المدن وفي الأماكن العامة. بدأ هذا العنف في الانتشار كالوباء، وهذا أمر ليس باليسير على الشعب الأمريكي. دكتور سلوبوتشيكوف، كنت قد سألتك كذلك عن هذا الوعد الرئاسي الذي قطعه الرئيس جو بايدن على نفسه في حملته الرئاسية بأنه سيوقف فوضى السلاح، لماذا عجز عن ذلك في رأيك؟ هناك عنف بدأ ينتشر كالوباء، والأمر ليس باليسير لوقف هذا الوباء. ليس لدينا الإرادة السياسية لوقف هذا الانتشار للسلاح في البلاد، وبالتالي كما ذكرت ليس هناك أي حل يسير، وهناك الكثير من الوعود السياسية لوقف هذه الفوضى ولكنها لا تلقى أي استجابة حقيقية. لماذا في تصورك دكتور مايكل، لماذا يعجز حتى قائد وعد بالسيطرة يعجز عن السيطرة؟ لماذا يشعر الأمريكيون أو شريحة كبيرة منهم أن السلاح حق من حقوقهم المكفولة بالدستور؟ هذا صحيح. إن التعديل الثاني على دستور الولايات المتحدة بشأن حمل السلاح أن كل المواطنين لديهم الحق في حمل السلاح، وهذا يسبب إشكالية كبيرة. والمسألة الكبرى هنا كيف يمكن وقف العنف ووقف بيع السلاح بشكل عام بالطرق القانونية وغير الدستورية، وهذه هي الإشكالية لدى الرئيس بايدن ولا سيما أمام الكونغرس والجمهوريين
لديهم الأغلبية في مجلس النواب، والديمقراطيين لديهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. فبالتالي لدينا حكومة مقسمة ولدينا رأي عام مقسم بشأن هذا الموضوع. الأمر يتعلق طبعا بانتشار السلاح بين العامة، وهذا أمر يسبب إشكالية كبيرة في الحكومة. وبناء على ديمقراطيين هناك أمور متعارضة في هذا الخصوص، ومن العسير حل هذه المسألة في القريب العاجل. دكتور، وأنا هنا أتحدث من زاوية محامي الشيطان في الحقيقة، لأن هذا ليس موقفي ولا موقف القناة طبعا. هؤلاء الذين يدافعون عن حرية حملهم للسلاح بكل عياراته المختلفة، حتى السلاح سريع الطلقات، يقولون إن السلاح لا يقتل، الذي يقتل هو إرادة البشر، وإنه هذا الذي سننزع عنه السلاح لو أنه كان مجرما فإنه سيلجأ إلى السكين أو إلى عصا أو حتى بقبضته، سيقتل بقبضته. ما ردك على ذلك دكتور سلوبوتشيكوف؟ هذا تصريح صحيح، هذا ما ذكرته صريح تماما. الأمر يتعلق بعدد السلاح المنتشر، إذا انتوى شخص ما قتل شخص يمكن استخدام سكين، ولكن عند قتل جماعي يمكن استخدام أسلحة سريعة مثل الرشاشات. فالأمر يتعلق بحجم الإصابات والخسائر التي يحققها السلاح بالأيدي العارية. بالطبع يمكنه قتل شخص ما، ولكنه لن يتمكن من قتل مجموعة كبيرة بأيديه مثل ما يمكن أن يفعل باستخدام الأسلحة القوية والسريعة. فالأمر نعم يتعلق بأن الأشخاص هم من يقتلون وليس السلاح. أخيرا سيدي الكريم، هل تتصور أنه هذه الأحداث الأليمة المآسي المتتابعة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير من هذا الواقع الذي فيه يحق لكل مأفون أن يشتري بندقية سريعة الطلقات؟ أعتقد أن هناك بعض الحلول العملية لهذا الأمر التي يمكن أن أطرحها، ولكن المشكلة الكبرى أن أحد القضايا الرئيسية هو الحصول على هو خفض حجم سعة الخزانات الأسلحة والرشاشات المباعة، فبالتالي يمكن تخزين عدد أقل من الطلقات داخل الخزنة. وهناك كثير من الحلول الأخرى التي يتناولها الشعب الأمريكي، ولكن المشكلة مرة أخرى الأمر لا يتعلق فقط بالسلاح، ولكن المشكلة أيضا بالحالة الصحية والعقلية للمواطنين. وهناك الكثير من القضايا الأخرى والمشكلات الأخرى النفسية التي لها تأثير كبير في انتشار وباء العنف. نحن في كل الأحوال سيدي الكريم نعزي الشعب الأمريكي الصديق في هذه الحادثة وفي الحوادث الأخرى كافة، ونتمنى ونحن نعرف أنه قادر على التعامل تعاملا رشيدا مع مشكلته هذه، مشكلة فوضى السلاح في أيادي قد تكون أيادي غير رشيدة. شكرا جزيلا لدكتور مايكل سلوبوتشيكوف، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تروي.